أعرض لكم أطلس سنة 1966. هذا الأطلس بريطاني وما بمجال لا أعداد عراقي ولا، وهذا تاريخه، هذا تاريخه هنا في الصفحة، هذا التاريخ مالته، وهذه حدود العراق في بوبيان، هذه العراق إلى نص بوبيان وكل وربة. أنتوا على أساس قلبتوا علينا هسه وسويتوها البحر والبر كله؟ أخي خور عبد الله، خور عبد الله التميمي، فما يصير إحنا هسه نجي بعد أن الكويت سوت منصة بحرية وسوت منصات اصطناعية وسوت منصة بالمنطقة المتاخمة إلها وهي منطقة المتاخمة، وتيت تغلق علي تتفاوض مع إيران وتقول العراق الشقيق، ويدعون في أكثر من محفل دولي على العراق الالتزام، على العراق الترسيم بعد 162. أخي شنو 2013؟ 2013 إحنا اللي كنا موجودين، ومارتن كوبلر وفريق الممتحدة وفريق الكويت والفريق العراقي، وأنا كنت على رأس هذا الموضوع. طيب إحنا ب 27/3/2013 أنهينا صيانة الحدود المرحلة الثالثة بينه وبين الكويت، وإجا مارتن كوبلر. طيب أنت جنابك الكريم على عيني وراسي، أنا معاك أريد أنطلق أخي، لو مو أني ما تنحل حدودكم، الحدود العراقية الكويتية، وأنا اللي قدمت المقترح. أخوان ما يصير نقفز على أخطاء، أخي موجودة حقائق. أرجوكم يا أشقائنا الكويتيين، باقي الفتيل من نزع، يراد نعرف ليش صارت المشكلة وليش نحلها، ليش هو بطرس غالي من حط هاي مذكراته كليتها، هذه مقنعة؟ ليش اللي ترسم من الحدود واللي قدمتوه انتو هذا ممكن ان تقفزون على هذه مرتسمات قديمة وخرائط يا اخي، الله يخليكم، مرسومكم الامير 317 ظلم وتجاوز كبير جدا لحق العراق. انت يحكي وياه يا سيد صلاح، انا اتكلم معاك، انا كنت اشتغل على الارض، انا كل حدود الكويت ماشيها ومشتغلها ومنتجها، وانا معاكم واخواني وزملائي. يا اخوان اريد حل مشكلة، انت لا تيجي تقفز لي وكل ما يجي رئيس وزراء جديد تروحون وياه تركضون وما حد يقدم له الورقة الصحيحة. هاي الورقة الصحيحة لو ياخذ بها السيد السوداني لو حق العراق انتهى. احنا الى متى يا اخي فيشت العيج الصناعية خور عبد الله عراقي، انا اذا اريد اتنازل انت فيشت العيج راح تاخذ القناة، انت وصلت لحد الفاو، لحد كاس الامواج ما تخليني اصل يمه. انت يعني معقوله انت ترسم حدود بدون ما تيجي علي؟ اخي ترسيم الحدود يكون مشترك، والحدود البحريه جزء من الحدود الدوليه، بريه ونهريه وبحريه، يعني انت تيجي تتعلمني انت وش كم واحد، وحتى بالعراق شلون ارسم حدود بلدي؟ ما اسمح لك اخي، انا مدير مساحه عسكريه كن سابق ولا زلت، انا خبير الحدود والمياه، اكو غمط لحق العراق، وانا اطلب من السيد اخواني الاعزاء، اطلب من عندك يا نجم الربيعي، واطلب من ليث الجزائري، واطلب من دكتور قصي ان افتح الملف من جديد. كافي عادينا، احنا ما عدنا شيء وياكم يا الكويت، انتم اشقائنا، والخليجي البصره بين لكم طيبه قلب العراقي، كل العراقيين اللي كان الاعلام مالكم جزء من عنده واعلام خليجي حاقد على العراق هسه شفتوا بعينكم. بس خلنا نقعد ونعرض بياناتنا، نعم، ونحل المشكله.